صاحبي مفتاح خويا جايب لينا اليوم اخويا. اليوم جبنا لكم واحد العرض ما شاء الله رائع. عندنا جوج ديال الشوطه اللي مازال متبقين عندنا، وكاينه وحده ثالثه تباعت، كاينين ثلاثه في ليباج. بالنسبه للشوطه اللي جات في الوسط، المساحه ديالها 67 متر مربع، كاين عندنا فيها جوج ديال الغرف وصالون ومطبخ، وعندنا فيها حمام كيف ما كتشاهد معايا على اليمين ديالك من بعد الباب. كاين عندنا الحمام ما شاء الله، حمام رائع اللهم بارك، فينيسيو ممتاز اللي حتى للسقف، سانيتير نوع ممتاز. ومن بعد الحمام عندنا المطبخ اللي جا الوسط ما شاء الله، مطبخ رائع. والبيت على اليمين، الغرفه الاولى جات على اليمين، عندنا فيها بالكون وعندنا فيها بلاكار ما شاء الله، زعما فينيسيو ممتاز. بالنسبه للناس اللي كتسول على الثمن اللي عندنا في هذه الشقه، بالنسبه لهذه المساحه ديال 67 متر مربع، الثمن ديالها هو 44 مليون قابل للنقاش. تفضلوا معايا المطبخ، المطبخ اللي ما شاء الله مطبخ رائع ما شاء الله تبارك الرحمن. الناس اللي كتسول على المساحه اللي اصغر اللي هي 62 متر مربع ولا 61 متر مربع، فالثمن ديالها هو 41 مليون، وطبعا الثمن قليل للنقاش. بالنسبه للصالون جاء الوسط ما شاء الله، صالون كبير، فينيسيون مواصفات جدا رائعه. بخصوص الغرفه الثانيه اللي غرفه مساحه كبيره تبارك الرحمن ما شاء الله، اجيو معايا نوريكم الشقه الاخرى اللي بمساحه ديال 62 متر مربع. تفضل معايا على الدخله كنلقاو الصالون، بالنسبه للابواب كلها ابواب تركيه ديال الفصيل ما شاء الله، صالون جعل الدخله مساحه كبيره ما شاء الله تبارك الرحمن. تفضل معايا شوف ما شاء الله هاد السيجور بمساحه كبيره، وجوج ديال الغرف ومطبخ وكذلك حمام. بالنسبه للحمام كيف ما كتشاهدوا، الحمام هو هذا ما شاء الله تبارك الرحمن. صراحه كنشكر جميع المقاولين اللي كيعطيونا هذا العقار الممتاز في هذه المدينه السعيده اللي هي مدينه السوالم، وكنشكر كذلك كاع الناس اللي معنا في الميدان يعني الوسطاء اللي في هذه المدينه اللي بفضلهم صراحه كيعطيو واحد القيمه لهذا العقار اللي في هذه المدينه، بفضلهم الناس بزاف سواء داخل المغرب او خارج المغرب اللي من خلالهم عرفوا هذا التطور الكبير اللي في هذه المدينه. كيف ما كتشاهدوا قدامكم هذا المطبخ الرائع، بالنسبه للناس اللي مهتمين يقدروا يتواصلوا معنا من خلال الارقام ديالنا اللي هي 07 66 78 30 12، او 0600 31 72 17. الغرفه الثانيه اللي عندنا في الشقه غرفه جدا رائعه، كما لا تفوتني الفرصه نشكر واحد من الناس الاصدقاء ديالنا اللي كاينين معنا في الميدان ديال العقار اللي هو عبد الصمد المعروف بعقارات السوالمي، كنحييه من هذا المنبر. وما نساوش كذلك مصطفى فروجي اللي ما شاء الله انسان في المستوى. بالنسبه للشقه الثالثه اللي عندنا، ولو انها عندنا بواحد النسبه ديال 90% تم البيع ديالها، عندنا فيها في الدخله في صالون كبير ما شاء الله اللهم بارك، عندنا كذلك الحمام اللي جا من بعد الصالون، كذلك سيجور، نحاول نعطيكم التفاصيل. بالنسبة للمطبخ، المطبخ اللي ما شاء الله مطبخ رائع، صراحة الله يعطي الصحة لهاد الحرفيين اللي كيعطيونا هاد الإبداع في هاد العقارات. بالنسبة لهاد الغرفة الثانية ما شاء الله في البلكون ديالها، عندنا الغرفة الأولى هي هذه،
هو صراحة الشقق كلهم يتكونوا من جوج ديال الغرف وصالون ومطبخ مجهز. باش ما نطولش عليكم كثر اخواني، الله يعاونكم، نتلاقاو ان شاء الله في عقار جديد. الى اللقاء.